هاي ازيكم، انا النهارده جاي اكلمكم في موضوع مهم جدا لكل البنات وهي بتاخد شاور او هي بتستحمى كده. لازم تركزوا في الحاجات اللي بتستعملوها علشان جسمكم، وده برضو مهم. الحاجات الصغيره بتفرق قوي بجد، بتحسن بشرتكم جدا. انا مين؟ انا ياسمين. اعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس عشان توصل لكم اي فيديوهات جديده انا بنزلها. ويلا اقول لكم اللي معايا ده. اول حاجه كلنا عارفين الجوانتي، ده جوانتي تقشير الجسم، لازم يكون عندك. محتاجه حد يعمل لك جسمك، مش محتاجه حاجه. انا بلبس الاثنين دول وادلك بيهم جسمي فوق الربع ساعه كده، الدنيا بتبقى تمام جدا. بعد ما بخلص تدليك، شايفين الليفه دي؟ الليفه اللي انت بتجيبيها الصيدليه، الليفه بتاعتنا الجميله دي اللي احنا كنا بنشتريها زمان دي، ودي اساسا كائن حي، فلما يجي عليها ميه بتلم بكتيريا، البكتيريا دي بتطلع حبوب في جسمك وتغمق جسمك. ده مثلا بتعملي كل 10 ايام مره، بتعملي صنفره للجسم، فده حلو جدا. زائد الصابونه، صابونه الجريسلين مهمه قوي قوي يا بنات، يعني ناعمه، وكمان لما بتحط عليها الميه بتخلي الجسم نظيف. عارفه التزييقه بتاعت النظافه دي؟ انا بحب التزييقه بتاعت ريحتك نظافه. وبتعملي تدليك بقى لجسمك بالراحه كده، والشاور جيل على جسمك اساسا، يعني حطوا الشاور جيل على جسمك كده، غرقوا جسمك شاور جيل، وبعد كده بدلوا دي وامشوا على جسمك كده. انت بتعملي بيوتي صالون في بيتك، فالحاجات التفاصيل الصغيره دي بجد بتفرق معاكي بعد كده، لما تمشي عليه فتره هتحسي بفرق في جسمك مش طبيعي. فاشوفكم على خير في الفيديو الجاي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد. انا مين؟ انا ياسمين، واي سؤال في الدنيا اكتبوا لي تحت في الكومنتات. باي باي.